أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. الحوار الثاني في من القاهرة. الحقيقة موضوع توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة الوطنية واحد من الموضوعات المهمة اللي دايما على أجندة السيد رئيس الجمهورية في كل الاجتماعات مع مجموعة الوزارية المختصة بهذا الأمر. أخيرا كمان التوجه بالتوسع في إقامة المجمعات الصناعية في المناطق الجغرافية المختلفة اللي الحقيقة هتكون ليها طفرة بشكل أو بآخر في كل مجالات الصناعة المصرية. ده موضوع هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي فيه الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات. دكتور منورني, أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك في كل مكان. أشكرك جدا دكتور. اسمح لي نتواصل سويا ولكن هنروح للتقرير بعد والحوار, ابقوا معنا. انطلاقا من استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز دورها في الدخل القومي, وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمناطق الجغرافية الجديدة على مستوى الجمهورية. كما وجه رئيس الجمهورية بتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي وربطها بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية. وتعد المجمعات الصناعية عنصرا هاما في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية عبر إنشاء مجمعات مزودة بوحدات جاهزة للتشغيل بمساحات تناسب مختلف نشاطات الصناعة الصغيرة. ويتم تسليم وحدات المجمعات الصناعية الجديدة جاهزة بالمرافق اللازمة للتشغيل والتراخيص. كما توفر المجمعات الصناعية الجديدة المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي. وخلال 6 سنوات الماضية قامت هيئة التنمية الصناعية 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه, منها مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر في محافظة القاهرة على مساحة أكثر من 70,000 متر مربع, ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات في محافظة المنوفية على مساحة 300,000 متر مربع. وتسهم المجمعات الصناعية الجديدة في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقليل الضغط على العملة الصعبة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما وفرت المجمعات الصناعية الجديدة أكثر من 43,000 فرصة عمل للشباب, مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة. أهلا بحضراتكم مرة تانية, برحب بضيفي الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات. دكتور أهلا وسهلا مجددا. أهلا. الحقيقة الموضوع متعلق بتوطين الصناعة, ده الشغل الشاغل وإقامة المجمعات الصناعية في المناطق الجغرافية الجديدة. إلى أي مدى بترى أهمية هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ هو بداية يعني احنا بنوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية اللي خد القرار الجريء في 2016 اللي انت فاكر حضرتك, مع بداية التحرر الاقتصادي وتحول الدولة للاقتصاد الحر وسياسات العرض والطلب والاندماج في الأسواق العالمية. عمليات التحرر دي كان فيها جزء مالي كبير وهيكلي كبير جدا, سواء على البنية التحتية او على مستوى التشريعات, علشان نبتدي ننطلق ونتحرك في اتجاه ان احنا يبقى عندنا المين او المحرك الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي العام لمصر يبقى الصناعة. الحقيقة بعد ما نجحنا في المرحلة الاولى من تطوير النظام المالي بتاعنا, تغيير الهيكلة والنظام البنك المركزي, بقى عندنا قدرة دلوقتي كبيرة وقدرنا نعمل بنية اساسية كبيرة قوي. ابتدينا نتحرك في اتجاه ان احنا نعمل مدن ومجمعات صناعية كبرى ضخمة علشان تلبي تطلعات الدولة المصرية واحتياجاتها, ونقدر يبقى عندنا نسبة المساهمة من الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العام تكون في المعدلات الطبيعية فيها في الدول المتقدمة. احنا النهاردة مساهمة الصناعة تقريبا من 17 ل 20%, تقريبا 23% ان شاء الله في 2021, من المتوقع ان هي لحد 2025 تزيد زيادة كبيرة. السيد رئيس الجمهورية حط رؤية ان احنا عايزين نزود صادراتنا
تقريبا من 23 مليار دولار الى 100 مليار دولار في غضون سنوات بسيطه. ده عشان تحققه لازم يبقى عندك كميه من المصانع الضخمه اللي موجوده على الارض علشان تطلع منتج مطابق للمواصفات ويقدر ينافس في الاسواق العالميه منافسه حره بناء على حسابات تكلفه والانتاج والجوده. والجوده مفيش كلام. زي ما حضرتك عارف ان الرئيس عنده قدره كبيره جدا على متابعه التفاصيل والمتابعه الميدانيه، لان الحقيقه في كل المواقع مش بس في القطاع الصناعي، لكن زي ما حضرتك بتشوفوه صحيح المواقع مختلفه. من اهم الحاجات طبعا كان في اجتماع الاسبوع اللي فات فعلا في متابعه المدن الصناعيه الجديده اللي اتعملت والمناطق الصناعيه والمجمعات الصناعيه اللي اتعملت، والمتابعه للكميات المصانع اللي هتعمل على المستوى الجغرافي لكل المحافظات المصريه. لان زي ما حضرتك عارف ان محافظات مصر متنوعه وكل محافظه او منطقه معينه ليها متميزه بصناعات او ممكن يبقى عندها مميزات تنافسيه اكبر من اماكن تانية طبقا مثلا لمهاره الناس اللي موجوده، زي مثلا منطقه بتاعه دمياط متميزه بالصناعات الخشبيه والاساس، اتعمل فيها مدينه صناعيه كبيره مش بس مجمع. منطقه زي منطقه مرغم واحد دي منطقه بقت مجمع ضخم جدا، مرغم واحد واثنين متخصص في الصناعات البلاستيكيه. عندك مناطق نسيجيه في السادات والمحله الكبرى واعاده احياء النشاط بتاعنا ان احنا كنا متميزين في هذه الصناعات. النهارده القطاع الصناعي مش بس مجرد ان انا اطلع منتج وسلعه جيده بسعر مناسب، لكن الصناعه هي اللي بقت تساهم بجزء كبير جدا في تخفيف البطاله العبء، لان احنا مثلا عندنا في القطاع الصناعي اكتر من 17% من حجم العماله قوه العمل في مصر شغاله بشكل مباشر في القطاع الصناعي. ففي نفس الوقت انت بتشغل ناس، بتخفف العبء على الدوله في مساله البطاله، بتعمل معدلات نمو كبيره. ففي قطاعات اخرى شغاله ورا الصناعه، سواء قطاعات النقل واللوجيستكس والنقل المحلي او الدولي، والزراعه كمان يعني بتاخد منتجات زراعيه بدل ما بتصدرها في شكلها الاولي، تعمل عليها قيمه مضافه. كل ما تعظم عمليات التصنيع وتعمق عمليات القيمه المضافه، كل ما بتحقق ارباح اكتر وبالتالي بتفتح فرص اكتر. لا يعني ان شاء الله مصر مع الرؤيه والاستراتيجيه اللي موجوده ما بين وزاره الصناعه، وزاره الاستثمار، وزاره التخطيط، الوزارات، القطاع، المجموعه اللي بيسموها المجموعه الاقتصاديه، في رؤيه وفي خطه والرئيس بيتابعها واحنا كمان بنجري معاه وراه في تحقيق تطلعاته. لو بنحاول نعمل توطين للصناعه والبرنامج القومي لاحلال الواردات، تفتكر احنا محتاجين ايه؟ لان احنا بنتكلم هنا على شيء متكامل يعني. ايوه طبعا، هي يعني برنامج تعميق الصناعه الحقيقه احنا شغالين فيه دلوقتي بقالنا حوالي 3 سنوات. فكان عندي يعني بيشتغل على عده محاور. المحور الاول ان انا عندي مصانع موجوده اوريدي، لكن هذه المصانع قد تكون بتجيب جزء كبير قوي من احتياجاتها من بره، او القيمه المضافه عندها اقل من 50%، وبالتالي يعني محتاجين ان احنا نشوفهم بيجيبوا ايه من بره. طب ما الحاجات اللي بتيجي من بره دي احنا ممكن نعمقها وننتجها هنا، وبالتالي نرفع القيمه المضافه على الماتيريال او المنتج اللي طالع بحيث تتجاوز 60 و70%. في الحاله دي ده اسمه تعميق، ان تبقى الصناعه صناعه حقيقيه ريل طالعه من مصر بامكانيات مصريه بايد مصريه بعماله مصريه. كان زمان هناك صعوبه في انك تغير جيل من جيل صناعي لجيل تاني، بتاخد لك 20-30 سنة على بال ما تغير شكل المنتج او يتغير الجيل. النهارده مع ال4G وال5G والتقدم التكنولوجي المذهل كمان في الصناعه، بقت هي كمان اجيال الرابع والخامس والسادس. فالنهارده معدل التغيير في منتج، ممكن تاخد منتج بعد سنه تلاقي المنتج ده اتغير والتكنولوجيا اتغيرت والنظام كله اتغير. فالنهارده احنا لازم النهارده نبتدي نتحرك باتجاهاتنا وافكارنا ان احنا كمان نبقى على القدر التغير اللي موجود في العالم، والا هتلاقي في ناس تانية بتسبقك تيجي تحط منتج جنب منتج من دوله تانية في السوق العالمي، المنتج بتاعه يقف ما يتباعش. انت في النهايه كل يهمك ان المنتج اللي تطلعه هتبيعه بسعر منافس مع المنافس معاك اللي خارج مصر مش اللي جوه مصر.
مسألة تعميق الصناعة طبعا كان عندنا مشاكل كتيرة، ما كانش فيه لوجيستكس، ما كانش فيه طرق، ما كانش فيه مواني، ما كانش فيه باور اللي هو الطاقة اللي هي بتمثل 60 و70% في معظم الصناعات، ما كانتش موجودة. الحمد لله كل البنية الأساسية اللي اتصرفت في خلال الست سنوات اللي فاتوا دي حاجة ضخمة كبيرة جدا. احنا دلوقتي بننتقل للمرحلة الثانية في ان احنا بقى مش بس هنغطي احتياجات البلد، لكن احنا بننطلق بقى لأسواق افريقيا مثلا، لازم نكون موجودين لان قوتك العسكرية ووجودك وفرض شروطك كمان على الاخرين او في عمليات التفاوض دي محتاجة قوة اقتصادية جبارة هي اللي بتخدم على هذا الكلام. حتى كمان احنا بقينا نشوف اي استثمار جديد بيكون فيه تعاون مع الشركات العالمية بيكون فيه بند اساسي من الاتفاق، هي فكرة توطين الصناعة من خلال نقل التكنولوجيا بشكل او باخر. يعني حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي في انه يعني اصبح حقيقي نقل تكنولوجيا حقيقية علشان تبتدي تدرب اجيال تعمل صناعة متكاملة داخل مصر؟ بص، هو بالصدفة النهاردة احدى الشركات العالمية الكبرى في صناعة السيارات كانت خرجت من مصر مثلا من حوالي 6 أو 7 سنين قبل اللي ده. هذه الشركة نفس الشركة النهاردة هي اللي جت ووقعت عقد كبير جدا في منطقة لوجستية في منطقة قناة السويس في المنطقة الاقتصادية، انها تعمل منطقة لوجستية ضخمة جدا ليها، والقطع الغيار والصيانة والمخزون النهائي، عربيات حتى مش لينا، للدول الأخرى. فالنهاردة المناخ الاستثماري الجاذب ده انت ما تقدرش تفرضه على العميل. يعني انت لا يمكن هتجيلي تشتغل عندي او معايا او في بلدي لازم كان عندك مناخ استثماري جاذب، فهتيجي لان انت هتبقى واثق ان انت هتحقق ارباح. الاقتصاد لا يعرف كويس. الاقتصاد لا يعرف الا نمو الارباح، وبالتالي النهارده بعد حجم البنيه الاساسيه الضخمه وتغيير البنيه التشريعيه بالكامل من قانون الضرائب والجمارك، قانون الاستثمار اللي اتعدل مرتين، طلع قانون جديد اتعدل مره واثنين وممكن يتعدل تاني وتالت طبقا للظروف والاحتياجات، وضع خريطه استثماريه كبيره يقدر المستثمر بره يدخل يشوف القطاع بتاعه اللي هيشتغل فيه ايه والاستثمارات بتاعته ازاي والقروض فوائدها عامله ايه. فحصل فيه تغيير كبير قوي، بقى المناخ المصري دلوقتي البيئه المصريه بقت جاذبه للاستثمارات العالميه، وده حاجه مهمه جدا ان يجي لك شركات، لان العالم كله بقى قريه واحده. انت ممكن تصنع تعمل مصنع كبير جدا في مصر تجيب المكونات بتاعته من كل دول العالم وتتجمع هنا وتطلع من هنا ويبقى القيمه المضافه طالعه من مصر. فالنهارده مصر بقت هي يعني اكبر دوله جاذبه للاستثمارات الاجنبيه في القاره الافريقيه مصر. انا كمان شفت كمان الحقيقه كان حاجه تسعد الاهتمام بالمدارس الفنيه الصناعيه اللي هي هتغذي بقى هذه الصناعات الجديدة ويكون فيها فعلا زي ما حضرتك قلت من شوية قدرة على بناء أجيال جديدة متقبلة التكنولوجيا في الصناعات المختلفة. الحقيقة دايما الاقتصاد العالمي الآن مقسوم لجزئين، اقتصاد رئيسي جرار واقتصاد تابع بيقوم على الاقتصاد. الاقتصاد العالمي القائم حاليا هو قائم على الاقتصاد الجرار او الرئيسي، هو الاقتصاد القائم على العلم والمعرفه واستخدام التكنولوجي، ده اقتصاد بيسموه اقتصاد جرار واقتصاد رئيسي. الحقيقه احنا كمان عندنا رؤيه ان الاقتصاد المصري يكون اقتصاد رئيسي واقتصاد يلبي تطلعات واحتياجات الدوله المصريه، نرفع نسبه المساهمات في الناتج المحلي الاجمالي العام من الصادرات المصريه توصل ل 60 و70 و80% من الصادرات الغير نفطيه والغير بتروليه، وبالتالي نقدر نحقق تطلعات الدوله في ان هي تظبط الموازنه ويبقى عندها فائض وعندنا عمله اجنبيه وعندنا وفر، نقدر نحقق التنميه الشامله المستدامه اللي هتنعكس على المواطن. لان كل الحركه الاقتصاديه دي في الاخر لازم تنعكس على السكان وعلى المواطنين المصريين. عشان كده هتلاقي ان الدولة المصرية يعني في بداية المرحلة الثانية من تطبيق الرؤى الاقتصادية اللي حطاها الدولة بالخطة بتاعتها، أنا أعتقد إن احنا هنبتدي نجني ثمار ابتداء من 2023 2024 2025، هتبتدي نبقى عندنا هنبقى دولة اقتصاد من الاقتصادات القوية جدا جدا في المنطقة. نتمنى ذلك. أنا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات القيمة. أشكرك الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات. شكرا جزيلا.
أنتم مشاهدين الكرام لكم من كل التقدير، حتى نلتقي وحوارات أخرى شكرا لكم وإلى اللقاء.